طبعا ممكن بيجي مريض يقول لي انا بشتكي من الم اسفل الظهر، الالم ده ممكن بيسمع في الفخذ، الالم يزيد قوي لما ابقى قاعد واجي اقوم، او اما اجي اقوم من النوم الصبح وانزل من على السرير بيبقى الالم شديد جدا، ممكن بعد ما امشي شويه بيفك. ده بيبقى سببه اساسا المفاصل الفقرات، هي بيبقى فيها خشونه او التهابات فبتعمل الالم الشديد ده، او المفصل اللي بيبقى ماسك عظمه الحوض مع العصص اللي هو بيسموه المفصل العجروفي. ممكن مريض تاني يقول لا انا في الم ابتدى معايا في ظهري، لكن دلوقتي الالم شديد قوي في رجلي، بيبقى عامل زي الكهرباء ماسك رجلي من الاول من اسفل الظهر لغايه ممكن صوابع رجليا، بيبقى فيه تنميل، الالم بيزيد قوي وانا قاعد وانا ماشي. ده بيبقى سببه اللي هو بنقول عليه عرق النسا او الانزلاق الغضروفي، بيبقى الديسك اللي هو بين الفقرات ده بيبقى متكون من نواه جيلاتينيه محاطه بالياف، بيحصل ان جزء من النواه الجيلاتينيه دي بتبرز الى الخارج بتلامس العصب اللي هو طالع ما بين الفقرات اللي هو بيغذي الرجل، وبتفرز مواد بتهيج العصب ده فبتعمل الالم الشديد اللي بيبقى في نازل في الرجل. ممكن مريض تاني يقول انا لما باجي امشي ما بقدرش امشي اكتر من 50 متر 100 متر ولازم انحني لقدام علشان الالم يبتدي يقل. ده سببه ان هو بيبقى فيه ضيق في القناه العصبيه. ضيق القناه العصبيه ده حصل نتيجه ان المفاصل الفقرات دي حصل فيها خشونه والتهاب فتورمت. ممكن الانزلاق الغضروفي بيضيق الفتحه بتاعت مخرج العصب. ممكن الاربطه اللي هي بتربط الفقرات بعضها دي بتتضخم فبتضيق مخرج العصب.